الحسين سلام الله عليه عدة مرات لما سعدوه: يا أبا عبد الله، ليش تروح إلى كربلاء؟ أنت رايح إلى القتل، أولادك بناتك تأخذهم للسبي للذبح، ليش؟ يقول: إن الله شاء. شوف الحسين يقول إن الله شاء، إلا يقول إلا في كتاب. إذن شهادة الحسين قبل خلق الحسين، قبل خلق آدم، الله كان مسجل أن الحسين عليه الصلاة والسلام لابد أن يقوم بهذه التضحية وهذه الشهادة. سعادة، سعادة، شرف للحسين عليه السلام. إذن فالمؤمنين إذا أصابتهم مصيبة، مصيبة السجن، مصيبة القتل، مصيبة الضرب والاعتقال والخوف والمطاردة، هاي الآية إلهم، آية اليوم: ما أصاب من مصيبة خلي أقراها: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، في كتاب يعني في علم الله سبحانه وتعالى،